أهلا بكم متابعي قناة ملوك الأرانب. اليوم نتعرف على الفرق بين الأرنب الفرنسي والأرنب العادي. لاحظوا الفرق واضح جدا كما تلاحظون. هذا الأرنب العادي وهذا الأرنب الفرنسي. طبعا الأرنب الفرنسي كما تلاحظون أبيض اللون، لونه أبيض صافي وعيونه حمر. هذا الأرنب الفرنسي. لاحظوا عيونه حمر ولونه أبيض صافي، ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. وهذا الأرنب العادي، لاحظ الأرنب العادي يكون ألوان مختلفة، ونلاحظ أن لون العين تكون لون عادية. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله جمال اللون الأرنب الفرنسي. فهذا هو الفرق بين الأرنب الفرنسي والأرنب العادي. الأرنب الفرنسي لون أبيض صافي، لون جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، وعيون ما شاء الله جذابة، عيون لون حمر، لونها أحمر. لاحظوا اللون، الفرق بين اللون العين الأرنب الفرنسي والأرنب العادي.